حنا من الناس المتضررين، الناس اللي انفجرت عندهم قنينه ديال الغاز في مجموعه الخوخ. هذا الشيء وقع نهار السبت مع الخمسة العشيه، واليوم الجمعه جات السلطات عطاونا الاخلاء ولكن ما عطاوناش الايواء، ما عطاوناش السكن. السيمانه هذه وحنا مريحين في الشارع، والناس كما كتشوف فيهم هما مريحين في الشارع، ناس متضررين لحد الان. ضربنا على المسؤولين حتى شي واحد ما عطانا شي حاجه. اخر حاجه اخر مسؤول قلنا سيروا جيبوا خبير وانتم المسؤولين، ولكن هاد الناس هادو اللي وقعت لهم هاد الحاله هذه اشنو دير بهم؟ حنا كنطالبوا بثلاثه الاشياء، الحاجه الاولى الايواء، والحاجه الثانيه البناء وتسريع البناء، لان حنا غير في الخلاء. حنا دابا عايشين في الزنقه، حنا مضرورين، رشاط السكان كلهم مضرورين، كلنا كنعيشوا في الزنقه. من الناس المضرورين، الدار ديالنا هي الكاتريام دار ديال الوالده ديالي، ورا الناس راهم متشردين في الزنقه وفقدوا الثقه في جميع المسؤولين، لانهم دابا كيناشدوا واحد اللي كيناشدوا اللي فيه الثقه هو جلاله الملك. واحد اللي باقي كيناشدوا هو جلاله، لان الناس حتى واحد ما جا عندهم. وكان واحد وكان استدعاهم رئيس الجماعه ديال الحي المحمدي، استدعاهم ومشينا وجلسوا معاهم وجلسوا مع الناس. كانوا كيتمناو منه الخير، كانوا كيتمناو خير منه. في الاخر كيقول لهم سيروا جيبوا خبير، سيروا دبروا راسكم، سيروا. كان جا الباشا قبل منه واعدهم وقال لهم الغد هذه كدوي لك نهار الحد، انا حضرت ليها نهار الحد الغد. منين قال لهم الصباح 8 ونص غادي نجيبوا الحديد وغيجي الخبير وغيجي هذا. الناس جاوا هنا الصباح مع السبعه كيتسناو داك الشيء، ما كاين حتى شي حاجه. جا شويه جا واحد ما عرفناش كاع شكون هو، حنا ما عرفناش شكون هو، جايب واحد الورقه حقا قال لكم رئيس الجماعه سينيوا هاد الورقه. علاش نسينيوا هاد الورقه؟ باش تحملوا انتم المسؤوليه. وهادي وهادي من الناس هضروا معاه قال لهم قالوا ليه راه الباشا جا هنا وهضر معنا، قال لهم سيروا عند الباشا بحالك بطلب، سيروا عند الباشا هو يصلح لكم. ما عرفتش هاد الشيء بيناتهم هما. دابا هاد الناس حنا هنا فقدوا الثقه كاع في هاد الناس هادو. كناشدوا جلاله الملك، كناشدوا جلاله الملك، لان هاد الناس بحال كيتفلاو عليه. الناس متشردين دابا سبع ايام، سبع ايام متشردين. الناس هما اللي الناس اللي كيوكلوا مكشر، ماشي ما كيطالبوا حتى بشي حاجه، راه ماشي شي حاجه الشيء اللي غريبه، راه والو. ما كيطالبوا باغيين يرجعوا السكن ديالهم حتى هما بحالهم بحال الناس. راه داك السكن اللي عندهم، راه ماشي بنادم عنده، كل واحد عنده، راه عنده داك السكن، جامعه هو ووليداته، باغي يرجع ليه. هذا هو اللي كاين. حنا كنا مضرورين، كنا مضرورين. حنا مساكن، حنا مزعزعنا العافيه. كنا وليدي حنا مضرورين، حنا زعما كاين درنا محلنا خلعنا. حنا تحنا بهاد الفاطمه، حنا بنادم مشرد، بنادم ما عدوش، بنادم جات النزمه مع كورونا، مع النزمه هادي. حنا تحنا وليدي مضرورين، هاد الناس مشردين، حنا كاع مشردين. حنا تحنا كلشي برا، حنا خايبين على روتا تنزل علينا الباطيمه. بغينا نعرفوا شكون هما الناس اللي عندهم الصلاحيه باش يبنيو لنا هادشي. شكون هما هاد الناس؟ شكون اللي غيتحمل المسؤوليه؟ اخر مسؤول هضرنا معاه قال لنا سيروا انتوما اللي جيبوا خبير، رئيس الجماعه اللي مسؤول علينا، هو كمان انتوما، هو كمان منتخب، انتخبنا عليه، يخصو هو يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. سيمانه سبع ايام ما كاين لا ايواء ولا سكن ولا اصلاح. هاد العماره راه غادي تريب، راه غادي تريب. سلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.